صلى الله على محمد نور أشرق في دنيانا صلى الله عليه وسلم ربي بالهادي أحيانا هو عز جاء إلى البشر هو فرحة خير في القدر هو وجه حسن كالقمر جاء بطب من مولانا فيه فؤادي بات ينادي وللمؤمن خير مرادي فرسول الله هو الهادي وأتيت بما بالمدارس وجراس الكنائس والجندي والفارس وأصوات الأذان كل عم بيصلوا تيم السلام أنا بي الحكاية عن حلم قديم اللي الفرج جاي من الله الكريم من الله الكريم من الله الكريم بين الحكاية عن حلم القديم اللي الفرج جاي من الله الكريم من الله الكريم من الله الكريم اللي احنا ما اعتدينا ونأذينا حدا ولا يوم حنينا بوش اللي اعتدى بوش اللي اعتدى بوش اللي اعتدى احتلوا أراضينا وزلوا أهلينا وحطوا العلي فينا وعم يحكوا بالسلام يا سلام سلم عجلبهم يا سلام آخ الله يرحمك يا ودي الصافي وهو آخرتها معاي راح تزبط راح تزبط معك يا أبو الورد آخرتها وتصير مغني بس لو شوية هالغرب تزبطهم يا أبو الورد يا سيدي آخرتهم راح يزبط آخرتهم آخرتهم راح يزبطوا يا أبو الورد خلينا ليلتي أعمل كاسة النسكافيه وأشربها وأنزل لي مشوار على البلد والله بدأ مشوار على البلد يا الله العافية أبو العبيد هلا أبو الورد الله يعافيك الله يعطيكم ألف ألف عافية على هالإنجازات الأعمال كنتم تعملوها في البلد أستغفر الله هذا واجبنا اتجاه أهل بلدنا اللي انتخبونا وحملونا هالأمانة بس سمعت يا أبو العبد إنه في بعض مشاريع راح تكلف البلدية مصاري صحيح كلامك بس إحنا منحاول نعمل دراسة حتى نقلص من هاي المصاريف ونعمل مشاريع تخدم البلد بصورة أحسن الله يعطيكم ألف عافية الله يعافيك عن إيه تاني إذنك بدي أكمل جولتي وبعديها أرجع أشوف خدمة الناس مع السلامة يا أبو العبيد والله هذا اللي سمعته يا عمي يا عبد الله لا يا عم أبو الزوز اللي حكالك بكذب عليك وإحنا في هاي البلد عايشين علي وحدي والله يا عم أبو الزوز شكله اللي حكالك واحد من برا البلد والله فعلا كلامك صحيح هو واحد من برا البلد بعدين يا عم أبو الزوز مثل ما أنت شايف هاي سامر بن عمي وفيش في أي إشي ما شاء الله عنه بس هو ليش حكالي هيك يا عم أبو الزوز في ناس بتحسد الناس على العيش والمحبة والألف اللي عايشينها مثلنا إحنا صحيح كلامك يا بن عمي لما صار خلاف بينه وبين أبو علي بسيط الناس كبرت عملتها مشكلة والله كلامك صحيح يا عمي أهم شيء الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يا عمي طيب عن إذنكم يا أخوان إذنك معك يا عمي يلا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين عمي، تفضل، بإيش بقدر أخدمك؟ استغفر الله، بس بدي أسألك وين بلاقي دار أبو الزوز؟ أبو الزوز؟ خير، شو بدك منه؟ بدي إياه موضوع خاص. طيب اسمع، بتنزل النزلة هذه في دكان، بتسأل بدلوك. طيب عمي، شكرا. عفوا، أهلين عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا عمي، طمني شو صار في المشروع الجديد؟ الحمد لله كل شيء تمام عم ابو العبد. الله يبارك فيكم، والله انا بتعبكم معي. لا يا عم ابو العبد، هذا واجبنا اتجاه اهل بلدنا. الله يكرمكم، خلينا نمشي عمي على البلديه. اتفضل عمي، السياره جاهزه. يا ترى هذا الشخص اللي سألني عن أبو الزوز شو بده منه؟ والله شكله غريب، وأول مرة بشوفه في البلد، وعمري ما شفته قبل هيك. معقول يكون من قرايب أبو الزوز؟ يمكن، كل شيء بيصير. غريبي ما جاش عم أبو العبد لهس. الغايب عذره معي. طب شو رأيك نروح لمشوار قبل ما يجي؟ خلينا نستنى شوي، ما بتشوف إلا هو جاي. زي ما بدك. مثل ما حكيت لك، والله أقل من هيك ما بزبط معي. طيب حاول لحلها شوي بالسعر يا ابو الزوز. والله انه صعب، اللي قبلك كان ماخذها باكثر من هيك وانا راعيتك. طيب يا سيدي توكلنا على الله، سمعنا الفاتحه. خلينا نستنى خمس دقائق، إذا ما أجا بنروح. السلام عليكم. السلام. أهلا بالشباب. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. تفضلوا تفضلوا. عم بقول عم يدور لي أشوف المدير المالي. تفضل، مع السلامة. والله مثل ما حكيت لك. إيه، الله لا يعطيك إياه العافية على هالعملة. خير، شو عملت أنا؟ شو عملت؟ صرت مأجر الزلمة. طب ما كنت مأجرها قبل هيك. يا حبيبي قبل هيك كنت مأجرها لواحد من البلد، بنعرف اصله وفصله، بس هات بعرف مين هو. يا سيدي العزيز، طيب هسه عيط شو اعمل انا؟ شو تعمل؟ المفروض رحت استشرت المجلس البلدي. البلدي؟ شو المجلس البلدي بده يعمل؟ شو دخله في الموضوع؟ إيه شو دخله يا زلمه؟ إله كل الدخل. ما تنساش انه احنا انتخبنا المجلس البلدي، والمجلس البلدي بده يحافظ على البلد واهل البلد. طيب هسه فهمني شو اعمل؟ قلت لي شو تعمل؟ شوف حبيبي، ما إلك إلا تروح على البلدية وتحكي لهم على الموضوع، وأكيد هن راح يطولوا أصله وفصله للزلمة. بروح على البلدية بس بشرط. إيه شو الشرط هذا؟ إنك أنت تيجي معي. أجي معك؟ آه. حاضر يا سيدي، أمر الله باجي، يلا مشي. تفضل. طيب يا عمي، في إشي تاني حابين تحكوا فيه؟ وبدنا كمان نادي يخدم شباب البلد. بنرمم المكتبة ونكبرها عشان نجيب فيها كتب جديدة. حاضر يا عمي. حابين تحكوا بإشي تاني؟ وبدنا كمان طلب بخصوص كبار البلد. كبار البلد؟ شو مالهم كبار البلد؟ البيوت القديمة اللي في البلد القديمة بدنا نرممها، بلكي عملنا مضافة تليق بأهل البلد. عشان نجمع كل شباب البلد ونسمع القصص والحكاية من أجدادنا. ما شاء الله عليكم، إيه فعلاً بتبسط القلب وبتفرحوا. هاي الشباب ولا بلاش اللي بدهم يشتغلوا لبلدهم ولوطنهم. وفي إشي تاني يا عمي؟ لا سلامتك. بدنا نحكي في موضوع المنتزه. الله يعطيك العافية. مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عم العبد، هذه ورقة من محاسب البلدية فيها أسماء 27 شخص بدنا نساعدهم في شحن الكهرباء. على راسي يا سيدي، تكرم.
تفضل. تسلم عمو ابو العبيد، يعطيك العافيه. الله يعافيك، مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ميت مرحبا في ابو الورد. اهلا يا ابو الزوز، شرفتونا. اهلين اهلين ابو العبيد. شو مالكم بتطلعوا بعض يا جماعه؟ احكوا احكي احكي يا ابو الزوز ولا احكاني. تفضل احكي انت. احكاني هلا احكاني. اسمع يا ابو العبيد. تفضل. معقول هاي تترمم؟ اه معقول، وكمان رح يكون عندنا مكان سياحي للزوار. يا رب. مشي مشي يلا. وهاي كل القصة يا ابو العبيد. الله يسامحك يا ابو الزوز على هيك عملي. ما انت عارفنا بهالبلد يا ابو الزوز، اللي بيجمعنا المحبة والسلم الاهلي واحترامنا لبعض. واضخم مشكلة بتصير في البلد بسياحة بتنحل، وهذا إن دل بدل على محبتنا مع بعض وتصديقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. صدق رسول الله. وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. صدق رسول الله. صلى الله على محمد نور أشرق في دنيانا، صلى الله عليه وسلم ربي بالهادي أحيانا. أنا في الحب أعيش سعيدا، وبه شوقي أصبح عيدا، ونهار